طول سيد زكريا يوديه لواحد انت خدت لي بالك، وياخد بتاع واحد يوديه انت خدت لي بالك ايه؟ انا بتاعي على المشتري. لا مش بتاعي. النهارده العربيه والكتاكيتو ما بتتوزعش الا في عربيته هو. بتحجز كتاكيتو من موزع، الموزع حتى لو معاه عربيات عربياته ما تطلعش، الكتكوت بتاعه يتحمل يروح على المزرعه. مفتاح الصندوق بيروح في ظرف مقفول عشان الكتكوت نفسه، عشان الكتكوت ما يتغيرش. يعني المنتج نفسه هو اللي بيوزع العربيات. يا اخي لا، العيال بتوع العربيات انت خدت لي بالك دول اللي مش نفسه. اه صاحب الكتكوت عربياته هي اللي بتوزع المنتج. ممكن ياخد كتكوت تاني يسلمه لمحمد على انه كتكوت السيد زكريا وياخد. حتى لو كتكوته طالع في كرتونه، الكرتونه مكتوب عليه شركه الدكتور سيد زكريا ومتبرشمه الكرتونه. وده هدفه ايه يعني؟ هدفه ان محدش يسيب الكتكوت بتاعه، بيحافظ على الكتكوت بتاعه ان هو ما يتغشش. لكن التربية عادت كلها، حتى تربية البيوت تربية نظيفة يعني. تربية نظيفة، ما فيش حاجة اسمها لا ده يقول لك ده بينشط بمنع الحمل أو يحطوا فياجرا أو الأفشخانات اللي الناس بتقعد تتكلم فيها دي. إيه المشكلة النهاردة اللي بطل اللي بتربى في البيت بتطلع منتج أجود وأحسن من اللي داخل عنبر عندها متوسط 3 كيلو. وفرخ ما بياخدش بجرام دواء. والمزارع برضه عاد فيها الكلام ده. بجرام دواء ما بياخدوش. فرق 10 و... وده راجع لتحسين السلالة يعني بتاع السلالات نفسها. قد كنت جيد يديك انت خدت لي بالك كل حاجة وماشي مناعة وكل حاجة من غير اي وبترب في خزانة، بترب تحت بير السلم، بترب انت بتطلع كتكوت نمرة واحد. يعني الشكاوى دعاوى الهرمونات وشائعات الهرمونات ده كلام تاني. كلام في الفاضي، ما احنا بنربي انت خدت لي بالك ولا هرمونات ولا اي حاجة من الحاجات دي. ده اللي بيجيب شوية كلورة من فينوكول انت خدت لي بالك يبقى قد ايه؟ يقول لك انا محصن المناعة، كتكوت في البط في الفراخ في كل حاجة، ما هو الا مناعة. اديني كتكوت مناعته كويسة يديك نمو فوق ما تتخيل. بس خلاص. انت اللي تقول يعني الشائعات اللي انتوا بتقولوا المربين بيستخدموا بتاع هرمونات علشان يتقلوا الفراخ ويا. حتى لو هو بيحط هرمونات، شروط منع الحمل بكام النهارده؟ اقل شروط ب 30 جنيه. اقل شروط منع حمل ب 30 جنيه. اغلى من الفرخ. اغلى من الفرخ. هيروح يجيب شروط منع الحمل، شوف هيجيب كام شروط في العمل. ده لما يجيب رافع مناعه، يجيب منشط نيمروبي. هو الشروط هيحاول كام جرام للفرخ؟ فما دي شائعه، دي ما فيش فيها. يعني الشريط ده لو حاول يحاول ايه 10 جرام يوزنوا ايه دول يعني؟ لا ده هو لو جيب نشط نموي ينضف بس يعالج التوكسين يا العيال الكوليسترول دي نفسه هينشط النمو. انما اقول السلالات اللي هي عاده السلالات الموجوده دلوقتي 3 ارباع 90% من السلالات الموجوده في السوق ده سلالات نقيه وسلالات حلوه.